تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الأسبق السيد اليمين زروال، بلغه فيها تهانيه بحلول عيد الفطر المبارك، وعبر له عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا وما تقدمه من مساعدات للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، كما وعد بزيارته عندما تسمح له الظروف بالتنقل إلى العاصمة. وبدوره شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس اليمين زروال على مكالمته، وبادله تهاني العيد وتمنياته له ولعائلته بالصحة والهناء، وجدد له بالغ الاحترام والتقدير اللذين يكنهما له، ومعبرا عن مشاعر الصداقة والأخوة الجامعة بينهما منذ زمن بعيد. وشكراً.